شرف مصر أمانة في عنقكم، ولقد أديتم الأمانة وصنتم الكرامة، ليس لمصر وحدها وإنما لأمتكم العربية بأكملها. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هاماتنا، مرتفعة راياتنا. رجال أكتوبر. الشهيد إبراهيم عبد التواب قائد أبطال كبريت. ولد الشهيد العقيد إبراهيم عبد التواب سنة 1937 في أسيوط، وتخرج في الكلية الحربية سنة 1956، وشارك في حرب اليمن، وعين مدرس بالكلية الحربية سنة 67، وتولى رئاسة أركان إحدى مجموعات الصاعقة، حتى كانت بطولته في قيادة الكتيبة 603 مشاة أسطول في حرب أكتوبر 73 حسن الختام لمشوار بطل تمسك حتى النهاية بالأرض التي استردها رجاله في أصعب الظروف. نجحت الكتيبة في السيطرة على نقطة كبريت الحصينة بعد سقوط دفاعاتها، ولأن العدو يدرك الأهمية الاستراتيجية للموقع الذي يتحكم في كافة التحركات بين السويس والإسماعيلية، كثف العدو هجماته المضادة على أبطال الكتيبة 603 وفرض حصار لمدة 134 يوم، لكن أبطال الكتيبة بقيادة العقيد عبد التواب تمسكوا بتوجيهاته ووصيته وقالوا لن نتراجع عن خطوة خطوناها للأمام. تحملوا انقطاع الإمدادات وتقاسموا بقايا الطعام ولجأوا إلى تقطير مياه القناة المالحة لري عطشهم. وفي إحدى الغارات العنيفة للعدو في 14 يناير 74 استشهد العقيد عبد التواب قبل 4 أيام فقط من توقيع اتفاقية فصل القوات وفك الحصار عن السويس وعن كبريت التي دافع عنها الشهيد عبد التواب حتى آخر نفس.